له دعوة الحق. به التصوير قد فاق المرايا، به الإعجاز نكس كل رايا، وقصة آية ليست رواية، بل المصباح في درب الهدايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا نعرف بأن أفضل رجل بعد الأنبياء هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ما في رجل دافع وبذل وضحى ودفع من ماله ونفع الإسلام مثل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نفعني مال مثل مال أبو بكر. أبو بكر الصديق كان يشتري بعض الفقراء وبعض الصحابة ويعتقهم لوجه الله سبحانه وتعالى. فجاء أبوه في يوم من الأيام فقال له: يا أبا بكر، لو اشتريت رجال أقوياء أشداء يدافعون عنك ويمنعونك. فقال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: يا أبتي، إنما أريد ما أريد، أنا ما أفعل هذا الأمر إلا ابتغاء وجه الله. فأنزل الله: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. فأنذرتكم نارا تلظى، لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قصة آية. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه حينما أخلص نيته لله قال الله عز وجل: ولسوف يرضى. اجعل من بعد سماعك لهذه الآية نية خالصة لوجه الله، قم من أجل الله وصم من أجل الله، ادعو الله، اركع بين يدي الله، اسجد لله، تصدق من أجل الله، انفق، وليس لك هدف إلا أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنك. اجعل شعارك في هذه الحياة الدنيا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذا كان في قلبك إخلاص لله وصدق مع الله سبحانه وتعالى وتعمل الأعمال وليس لك هدف إلا أن يرضى الله، ثق تمام الثقة أن الله سبحانه وتعالى سيرضيك، وأن الله عز وجل سيعطيك، وأن الله عز وجل سيغنيك، ويجعلك الله سبحانه وتعالى من أسعد عباده في الدنيا والآخرة. من أعظم ما يتقرب به إلى الله هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. جعلني الله وإياكم من المخلصين،
وجعل الله سبحانه وتعالى أنفاسنا وأوقاتنا في رضا الله جل في علاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قصة آيات.